عبر التاريخ لعبت الأجراس دورا عمليا. كانت أجراس القرى تقرع لتحديد الوقت والإنذار بالخطر. تصنع الأجراس تقليديا من البرونز، وهو معدن متين بقدر ما هو رخيم. لن يكون هناك تأرجح ولا قرع من دون قالب. وحده قالب رفيع النوعية يصنع جرسا رفيع النوعية. هذا الجرس المعين سيحمل على سطحه خطوطا تزيينية تتطلب قالبا منفصلا مصنوعا من هذا النموذج المؤلف من 5 أجزاء. بعد تزييت السطح بعامل قابل للنشر يخفضون غطاء خشبيا حوله. هذا الغطاء سيحتوي مزيجا من رمل السلكة والراتنج وسيستعملونه لصنع القالب. يرصه العمال بإحكام بين النموذج والغطاء. يثبت الراتنج خلال 10 دقائق، وأصبح لديهم الآن قالب رملي سيقولبون به زخرفة الجرس. ما زالوا يحتاجون إلى قالب لصنع الجرس ذاته، يصنعونه من نموذج الألومنيوم هذا. بعد رشه من الداخل والخارج بعامل قابل للنشر، يخفضون قالب الزخرفة الذي صنعوه للتو فوقه مباشرة. ثم فوق هذا غطاء فولاذي لاحتواء مزيج الرمل. يرص العمال مزيج الرمل ويتركونه ليثبت. ثم يقلبون الغطاء ويضيفون إليه جزء آخر لاحتواء المزيد من مزيج الرمل. لكن قبل حمولة الرمل التالية يدخلون ما يسمى المصب. قضيب الألومنيوم هذا يشكل القناة التي سيصبون من خلالها البرونز المصهور داخل تجويف القالب. والآن يواصلون رص الرمل. لاحقاً يشكلون قمعاً حول القناة المركزية، لأن من المستحيل صب البرونز المصهور مباشرة داخل ثقب بهذا الصغر. يثقبون مزيج الرمل للتأكد من ثباته، ثم يسحبون المصب. يفصلون الغطاءين، إذ كل منهما يضم جزءاً من القالب. ثم يخرجون النماذج ويفرغون ما أصبح الآن تجويف القالب وينظفون جدران القالب. هذا المحلول من ذروري جرافيت سيعمل كحاجز لمنع المعدن الساخن من تآكل الراتنج الذي يجعل قالب الرمل متماسكاً. لاحقاً يرشون عليه طبقة غسل ثانية. الرمل ناعم بحيث أن القالب لولا هذا سينسخ آثار الفرشاة على الجرس المقولب. الآن يقيسون حجم ثقب الصب ويصنعون مصفاةً حسب المقاس لإلصاقها في الداخل. هذه المصفاة ستغربل الجفاء. جسيمات مؤكسدة تتشكل عندما يتعرض المعدن المصهور للهواء. يثبت العمال الآن جزئي القالب معا ويشدونهما بإحكام كي لا يتسرب البرونز خارجا أثناء القولبة. تذويب صبات برونزية كافية لصنع جرس متوسط الحجم يستغرق 2 ساعات. للحصول على قوام ناعم يجب أن يسخن الفرن المعدن على حرارة 1200 درجة مئوية. من أجل قولبة رفيعة النوعية عليهم صب البرونز في تدفق متواصل من دون توقف ولا بداية. الحوض القمعي الذي صنعوه في الرمل يمنع الفيض. يستغرق البرونز 1/2 ساعة ليتجمد ولغاية 24 ساعة ليبرد. بواسطة مثقاب يزيل العمال القالب الرملي بحذر شديد كي لا يصيب الجرس في الداخل. الجرس المستخرج مغطى ببقايا من راتنج محروق يزيلونها بواسطة فرشاة سلكية. ثم يفصلون الصبة بضربة واحدة مسددة بإحكام. الآن يعلمون نقطة الوسط المضبوطة للجرس. هنا سيركبون الأدوات التي سيعلقون الجرس بها. يشقون ثقبا صغيرا ليتوسع شيئا فشيئا. لا يستطيعون حفر ثقب كبير دفعة واحدة لأن الحرارة الناتجة من الاحتكاك ستصدع الجرس. يضعون الجرس على جانبه لتعليق المطرقة البرونزية في الداخل. كل جرس ينتجه هذا المصنع يمر عبر 6 مراحل صقل، بدءا بحزام صقل خشن وانتهاء بعجلة صقل نسيجية ناعمة. بعد 2 ساعات من الصقل أصبح مظهر الجرس جميلاً.